بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نهار كنقيج المبادرة اللي تتيدي بلين صادي ديبو باش نسلم إجن كرسي متحرك، كيوما بعد رئيس جمعية شباب بني سيدة لوطا للرياضة والفن والثقافة محمد بجابي شاركة مع جمعية كرم بالتعاون بهولندا. ذي الأخ نسي جمالي دي الممثل نسي كي غاقا يحضا كي نضي تتير ذي عين المكان باش نسلم الأخ اسم جريسي خاني الاخ سي ادريسي خاني داز نسلم شي كاروت انت تويت علي الطاس باش تولى ما قوم الحاله نسقى بايد باش الجمعيات تعاون تشوف الفوس بعد المنبر نتنادى للمجتمع المدني الجمعي باش تشوف الفوس سي خاني للاخوان ماري تعاون الاعاقه باش العون مره المجتمع المدني العون الاخوان اسجل الكلمه سي خاني من غير نيغ الجمعيه ثاني سي سلم كاروت. السلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. أما بعد شكا الأول الجمعية بني سيدال أنه يشيفوا سلمات اليد للتعاون يعاون الناس الكرسي الكهربائي ونجزاهم بخير، وجزاكم الله لكني والجالية المغربية المقيمة في هولندا الله يجازيكم بخير وجزاكم الله أحسن الجزاء، وبارك الله فيكم أنهم تسيم خفيج المحمل تقرضوا وقرار، وتشكرك انه تتمنى من الله تعالى كل خطوه حسنه باذن الله وصدقه جاريه على المحسنين ومرويك نفوس ديما نادي الخرايا، وجزاكم الله خيرا. يجي كلمة سي جمال ادريس انت ممثل الجمعيه دي هولندا. ايوا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السي خالد غتولي يعني يستاهل بحال المسكين يعني غاس اعاقه دائمه و يعني الاسوسياسيون يعني الجمعيه وينينغ وين من هولندا يتمثل السي بوعيسى عبد الوفي، نتشكري على الضي الطاس لان قد جا المجهود ضم قران باش هذا هي ولد كاروتا اتصل المساهمين قد ما ديجا تستفقد الشيء الحوايج، ونشكر الطاس السي العربي سلامه ساهم الطاس ماديين ومعنويين ودائما يتبع يدق المجهود هذا بقران كسي عبد الوفي كمغربي باش تعاوني المنطقه هي، وكذلك جميع المناطق في المملكه المغربيه في الحقيقه ما استبدل. ايوا شكرا كذلك للسي محمد رئيس الجمعيه شباب بني سيدة لوطا، شباب بني سيدة لوطا في المبادرة هي يصدر بني تاتي في السوق هذا الدعث، إوا شينا قام غدا، مرة ندق المجهود من زمان، إوا تبارك الله عليكم وشكرا جزيلا. الإخوان أنا وفرونكا باش نختتم فيديويا، نشكر الجمعية اللي دوندي هولندا، نشكر السي جمال، ونشكر السي خالد كيرديوسين دايف داكين غادي نعين المكان باش نوصلوا هذا الدعث تصدق حكار وتوصل إن شاء الله. والاخوان اللي بغاو نقابل باش نخدم فيديو جزاكم الله خيرا، ونشكر غطاس بعدا الممثل جان دي تتين جمعيه هولندا القنصون هولندا غير اقليم الناظور العائله المحترمه السي العربي سلامه ولا الاخ السي سي عبد القادر سلامه تكليج مجهود لبقرا ذي المجتمع المدني الاخوان مره، ونبغاو نقابل الاخوان وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، والله لا يضيع أجر المحسنين. واخرين، لا باش تسرعوا، شكرك عمك، باش تسرعوا. قيس بيتي شوف قضيت قيس 5 عرب، شو واحد من بعد، تك جوج، شو جرح واحد. الشيخ ابو ظبي